في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. عمرو الدرديري واللي عمل عمرو الدرديري، وتعليق ناري من علاء عزت على عمرو الدرديري. عمرو الدرديري كان مستضيفه ناقد رياضي ولا صحفي في الكلاب هاوس زي ما كلنا عارفين، وكلنا سمعنا وشفنا ايه اللي حصل، ولكن التعليق الحلو والجميل الظريف اللذيذ من الدويتو بتاعه والكابل بتاعه علاء عزت لما كان مستضيفه احمد موسى، وكان ضيف كمان معاه احمد بلال، ورد وقال ان اللي قاله علاء عزت اللي قاله الدرديري ده شيء طبيعي، وكل الاهلاويه عارفينه وكل الزملكاويه عارفينه، والمظلوميه دي يعني فشين. طيب انا مش هحرق لكم الفيديو ولا هحرق لكم احمد بلال قال ايه. طيب نتيجه كده نسمع علاء عزت قال ايه لاحمد موسى مع احمد بلال على عمرو الدرديري، نسمع ونشوف. بس قبل ما تسمع الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس، وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقارير الاهلاويه على اليوتيوب. نسمع الفيديو ونرجع نكمل تعليقنا عليه. نسمع. امبارح عمرو الدردير على كلاب هاوس ومصر كلها سمعت. مصر كلها سمعت؟ اه والله. انا صحيت والله على ايوه على كميه رسائل غير عاديه على اللي حصل في كلاب هاوس ده، يعني شويه يعني عمرو بالنسبه لي ما قالش مفاجاه، يعني في ناس واخده الموضوع مفاجاه، لكن عمرو قال الحقيقه. عمرو قال الحقيقه، قال ان المظلوميه، ان نادي الزمالك عايش مظلوميه، دي حقيقه، ان فعلا يعني مش عمرو مش اول واحد قال الجمله دي. عمرو بياكد على حقيقه تاريخيه واعترفوا بيها نجوم كبار جدا في تاريخ الزمالك، بدايه من الاسطوره كابتن حسن شحاته اللي خرج مع الاستاذ ابراهيم عيسى الزملكاوي، واقر واعترف ان نادي الزمالك عايش على المظلوميه، وان دي فكر يتوارثه الاجيال، وقال لك ان احنا دايما علمونا ان احنا نطلع نتكلم بعد كل مباراه، نبرر الهزيمه على الحكم. كابتن احمد حسام ميدو فاجئ الجميع وخرج واعترف بنفس القصه. المتحدث الاعلامي باسم نادي الزمالك السابق والحالي، الاثنين طلعوا اعترفوا، كل واحد بيخرج من نادي الزمالك بيعترف ان بيقر ويعترف ان نادي الزمالك او نادي الزمالك كتير جدا جدا بيصدروا لجماهيرهم ويخدعوا جماهيرهم بشعار المظلوميه. سمعتوا امبارح؟ انا ما سمعتش، بس اتقال لي طبعا رد فعل حتى جال. طبعا اتقال لي طبعا ان هو بيتكلم ان هم يعني هو راجل بيقول ان احنا بنأدي دور المظلومين. تمام؟ مش كده علاء؟ صح. قال لك احنا بنأدي دور المظلومين عشان خاطر نبان قدام الناس ان احنا يعني ضحايا. تمام؟ وده يعني انا اسف يعني ما ينفعش في يعني نادي زي نادي الزمالك بحجمه وبقيمته وكده. نعم. يبقى انت النهارده بتشتغل قيمه طبعا. طبعا طبعا. نعم. قيمه كبيره، ما اقدرش ننكر يعني. ما ينفعش تشتغل يعني. انا اسف يعني علاء ذكر اسماء كبيره وناس محترمه جدا جدا، بس ده في الكوره ده شغل بلدي يعني، فاهم قصدي؟ يعني بتبرر ايه؟ الاهلي كبير، قول الاهلي كبير. انت فريق رقم اثنين، قول انا رقم اثنين. لكن عشان يعني اعترف يعني عشان الدنيا تبقى سهله بسيطه. لكن انت النهارده عشان يبقى شكلك حلو قدام جمهورك لازم تطلع تقول الحكم ظلمني والاتحاد والدوله مع الاهلي والدوله مش مع الزمالك. الدوله ايه اللي مع الاهلي؟ تصدير جديد، تصدير جديد، فكره الدوله. طبعا لا الكلام ده مش صح طبعا. ومع المردود عليه طب انتوا طب اوكي اذا كنتوا الدوله مع الاهلي في ماتش هيتلعب يوم السبت مفيش جمهور. مفيش جمهور. فاذا القرار يعني لو الدوله مع الاهلي هيفتحوا لنا الاستاد. اذا وصلنا بال10 انا بص انا مستعد اقسم بال10 ان الدوله مع الاهلي. طب وانتوا في افريقيا ايه موقف زمالك في افريقيا؟ هل افريقيا كمان ضدكم؟ طب على الاقل انتوا واخدين الدوري المصري من 4 سنين، لكن انتوا بقالكم دوري ابطال افريقيا من سنه 2001، انتوا من 2002 يعني بقالكم تقريبا داخلين في 20 سنه واخدين دوري ابطال افريقيا، هل كمان افريقيا ضدكم؟ على سيبك من كده، انت النهارده لما تيجي تصدر لجمهورك ان الدوله في حياد يعني واخده حي يعني مع النادي الاهلي ضد نادي الزمالك، الكلام ده مش صح على الاطلاق. لا تاريخيا ولا حتى يعني، وما شفناش اي حاجه بتحصل تقول ان مثلا يعني البلد واقفه على الحياد. ده كره قدم، في اتحاد كوره موجود، وزي يعني الزمالك اوقات كتير جدا بيتسمح له بان هو بياخد اكسبشن في حاجات كتيره جدا. مظبوط. عشان ما ضعفش، عشان اخويا علاء عزت واحمد بلال حطوها له في الثمانيات، حطها له في المقص، حطها له بالرجلين. علاء عزت بمنطقه بهدوء وبادبه وباخلاقه قال لك ان هي عمرو الدرديري ما كدبش. عمرو الدرديري قال الحقيقه لما قال ان احنا بنعمل نفسنا مظلومين، وان احنا بنعمل نفسنا لينا حق واحنا ملناش بقى اي حقوق، وبناخد اكتر من حقوقنا. الكلام ده فعلا
نادي الزمالك على مر التاريخ نادي المظلوميه العظمى والمؤامره الكونيه عشان ياخد حقوق مش بتاعته. افضل ابكي 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 وعيط عيط عيط عشان تاخد حاجه مش بتاعتك عشان يسكتوك. طول ما في صراخ وطول ما في صياح وطول ما في قله ادب من الزملكاويه هتلاقي ان الدوله بتطبطب، الدوله بتدادي، الدوله مرتضى كان بيطلع يشتم الدنيا كلها على مدار 5 سنين. فين لما اتحركوا ووقفوه؟ فين لما قالوا له انت غلطان؟ كان بيطلع يشتم الدنيا كلها، ما سابش حد الا ما شتمه. ما سابش ولا حد الا ما شتمه، كان يطلع يقول ارقام تليفونات على على الشاشه مع خالد فطوطه ومع احمد جمالات. كان حد بيقول له عينك لم؟ ما كانش. فافضل عيط وولول واكذب عشان الناس تصدق كذبك وعشان الناس يعني تقول ان انت عندك مظلوميه فيدوك حق مش بتاعك. احمد بلال بقى رد عليه وقال عيب الشغل البلدي اللي انت عملته يا عمرو يا دردير. اطلع قول النادي الاهلي رقم 1 وانت يا نادي الزمالك رقم 2، انما تطلع تعتذر لجماهير نادي الزمالك وتقول انا ما كنتش اقصد، انا اسف، تم اقتطاع، تم اتزاء، في جاسوس اهلاوي داخل حط اكونت شعار الزمالك علشان يسجل كلامي، ده شغل بلدي، شغل ناس قاعده على مصطبه، شغل ستات من الاخر. عمرو الدرديري نموذج مثالي للمتحدث الزملكاوي عن نادي الزمالك. نموذج للضحك الحقيقي لنادي الضحكوية. نموذج لجماهير نادي الزمالك عقليتها زي العجينة تشكلها زي ما انت عايز. النهاردة مع مرتضى بكرة ضد مرتضى. النهاردة مع زيزو بكرة ضد زيزو. النهاردة مع شيكابالا بكرة ضد شيكابالا. كل شيء والعكس. تناقض رهيب في شخصية الزملكاوي. فلما يطلع واحد بعينة احمد جمالات ولا خالد فطوطة ولا عمرو الدرديري ولا الناس دي اللي بتضحك عليهم وبتاكل على قفاهم عيش، فيهم لايقين على بعض وراكبين في بعض جماهير نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك. ولكن الشيء الوحيد اللي عمره ما هيتغير ان النادي الاهلي رقم 1 بادبه، بقيمه، بمبادئه، باخلاقه، بسماته العاليه. حتى جماهيره جماهير محترمه، حتى اعلاميين بترد بادب وبمنطق وبعقل وبهدوء. ما تلاقيش مره اهلاوي توقف، ما تلاقيش مره برنامج اهلاوي توقف، ما تلاقيش قناه الاهلي قبل كده توقفت. ليه؟ لان ماشي على السياق الاعلامي والرياضي المحترم. الفيديو بتاعنا انتهى، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش في القناه، وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.